أهلا بيكم مرة تانية ونظرة على أحوال الطقس. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد. النهاردة هيكون في أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة هتكون برضو متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور منار. والنهاردة الطقس واضح أنه شديد البرودة بسبب تأثر مصر بالمنخفض الجوي الشديد القادم من أوروبا، ممكن حضرتك تشرح لنا أكتر؟ بالفعل احنا بنتأثر بتقلبات جوية بسبب تأثرنا بوجود منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا منخفضة جدا في درجات حرارتها، بالإضافة كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. يمكن ذروة التقلبات الجوية دي كانت بالأمس، سرعات رياح وصلت على بعض المناطق من القاهرة الكبرى بالأمس ل 60 كيلومتر على الساعة، تساقط أمطار متفاوت الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. طبعا شفنا نشاط الرياح اللي أدى لإثارة الرمال والأتربة واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية. متوقع اليوم استمرار التقلبات الجوية، نشاط الرياح اليوم سرعته ما بين 35 إلى 45 كيلومتر على الساعة، لكن مصادر الكتل الهوائية اليوم قادمة من على البحر المتوسط، فبالتالي مش هيكون في أتربة ورمال مثارة. فقط نشاط الرياح هيخلينا نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، بالإضافة كمان اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. ارتفاع الأمواج اليوم ما بين 4 إلى 5 متر وغير مؤهل تماما لأي أعمال صيد وملاحة بحرية. ثاني عنصر في الحالة الجوية اليوم هو الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 16 درجة مئوية، ودي تعتبر أقل درجة حرارة بنسجلها في فصل الشتاء حتى الآن. مع نشاط رياح هنحس 16 دي لو تكون 13 او 14 درجه مئويه. فتره النهار هنحس بالاجواء الشتويه المائله للبروده على اغلب الانحاء، شديده البروده خلال فترات الليل ايضا على اغلب انحاء الجمهوريه. الصغرى فتره الليل على القاهره الكبرى 9 درجات، بعض المناطق من شمال الصعيد 4 و5 درجات، مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى والمناطق اللي موجوده في وسط سيناء بتنخفض لتحت الصفر، 1 و2 تحت الصفر. كمان النهارده هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على المناطق الموجوده في شمال البلاد، وفي فرص امطار يمكن هي الى الان امطار موجوده على المناطق الساحليه، امطار ما بين المتوسطه وقد تغزر احيانا على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. الأمطار هتمتد اليوم لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة ومدن القناة ووسط سيناء، قد تصل كمان الأمطار اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى أمطار خفيفة، فرص الأمطار في المناطق الداخلية أقل، لكن مجمل الأمطار اليوم على فترات متقطعة. ده مجمل التقلبات الجوية اليوم إن شاء الله، متوقع من غدا نبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال يعني الجوية. يعني إلى متى تستمر هذه التقلبات يا دكتور؟ عن اليوم، فبالتالي هنشعر بتحسن في الأحوال الجوية، لكن انخفاض درجات الحرارة متوقع أنه هيكمل معنا لنهاية الأسبوع مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني إلى حتى مطلع الأسبوع القادم هتستمر التقلبات الجوية. طب المناطق اللي هيكون فيها أمطار يا دكتور منار هتكون فين؟ وهل الأمطار في القاهرة هتكون خفيفة ولا لأ؟ هو طبعا التقلبات الجوية الأول هي اليوم، يعني يمكن كان ذروتها بالأمس مستمرة معانا اليوم، تحسن في الأحوال الجوية من غدا، انخفاض درجات الحرارة هو اللي هيكمل معانا فقط لنهاية الأسبوع، فرص الأمطار هتقل ونشاط الرياح هيعتدل، لكن هنبدأ نحس بالأجواء الشتوية وهنستمر نحس بالأجواء الشتوية لحد نهاية الأسبوع إن شاء الله. فرص الأمطار اليوم هتمتد لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، هتكون أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، محافظات جنوب الوجه البحري وسط سيناء مدن القناة، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة تختلف شدتها من محافظة لمحافظة،
جنوب الوجه البحري طبعا زي المنوفيه والغربيه والشرقيه، بعض المناطق كمان من الاسماعيليه والسويس ووسط سيناء، المناطق دي معرضه لامطار خفيفه متوسطه، الامطار بتكون بسرعه كبيره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط بسبب قربها طبعا من المنخفض الجوي، وهي امطار ما بين الخفيفه ممكن امطار متوسطه ممكن تزيد عن المتوسطه وتصبح غزيره في بعض الاماكن. بنشكر دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية، شكرا لك يا دكتور. ودلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. بالنسبة للقاهرة العظمى هتكون 16 والصغرى هتكون 9، في الإسكندرية في العاصمة الإدارية العظمى 16 الصغرى 8، الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، العلمين الجديدة العظمى 15 والصغرى 8، في مطروح العظمى 15 والصغرى 9، أما في دمياط فالعظمى 17 والصغرى 10، في بورسعيد العظمى 16 والصغرى 10، وفي الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 9. وإذا ما نظرنا إلى محافظة السويس هنلاقي أنه العظمى 16 والصغرى 8، في العريش العظمى 16 والصغرى 9، في كاترين العظمى 11 الصغرى 2، في طابة العظمى 16 الصغرى 10، في حلايب العظمى 20 الصغرى 16، وفي شلاتين العظمى 22 والصغرى 15، في شرم الشيخ العظمى هتكون 20 والصغرى 12، أما في الغردقة فالعظمى 20 والصغرى 12. في الفيوم العظمى 16 والصغرى 6، في بني سويف العظمى 16 الصغرى 6 أيضا، أما في الوادي الجديد فالعظمى 18 الصغرى 4، في أسيوط العظمى 17 الصغرى 4، في سوهاج العظمى 17 والصغرى 5، أما في قنا فالعظمى 18 والصغرى 7، في الأقصر العظمى 18 الصغرى 7، وفي أسوان العظمى 19 والصغرى 9. ودلوقتي هنعود مرة تانية لزملائي شاذلي ومنا لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم. شكرا لكم. شكرا لكم.